اخواتي المغاربه اخواتي المغربيات، السلام عليكم. كنسفري بزاف، راه ما كيشوطوني في الراس ديالي. هذا التعذيب ديال المافيا المغربيه اللي عندها لوتوريتي في باريس، كيشوطوني بزاف. انا عيت، كيشوطوني في الراس ديالي الساعات، كيعاكوني في التليفون ديالي. عيت، بغيتهم يكونوا فخورين من هذاك الهيكر ديالهم، راه يعفاكم. بغيتهم يعرفوا نور كيدير الخدمه ديالو مزيان. راه كيشوطني في الراس ديالي بزاف، جيزه كتشوطني في الراس ديالي بزاف. عيت، الله اكبر. عيت، المافيا المغربيه في باريس كتقتل فيا. عيت، عيت. ليش انتما كتشوفوا الكا 18 كيصوني، وعندهم السلطه كايطه في اسبانيا، كايطه فين ما مشيت. بغاو يدوني للمغرب، بغاو يدوني للمغرب، يتقاضوا لي ورقي ويدوني للمغرب. انا عيت، عيت، تفلوا عليا في فرنسا، ما خلوا ما داروا فيا. عيت، مع السلامه. السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. عرفتي والحاله ديالي دابا كيفاش دايره؟ راكم تتسمعوا من الحلق ديالي. حكمت محكمه، حاكمه دوله المغرب اسماء زروال بنت الشاوش بوشعيب زروال وحبيبه حديقي على قتل محمد السادس بالسم، وعلى قتل بشرى بالمهدي عن طريق هاد الشيء اللي تتشوفوا تيديروا لها عن بعد. اسماء زروال قبل ما تدخل القصر الملكي، ومن دخلت القصر الملكي كما قلت لكم، وراه كلمه وحده هي اللي تنقولها لكم، وهي اللي تنعاودها، وهي اللي غتسمعوا اليوم وغدا وبعدو، حتى تشد اسماء زروال، بان اسماء زروال قالت بان المحكمه ديالها غادي تحكم على محمد السادس بالاعدام. الوغ هاد الهضره قالتها اسماء زروال بنت الشاوش بوشعيب زروال وحبيبه حديقي، وما معنات هي معنات بالسم بالقرطاس بداك الشيء اللي هي غادي يعجبها. كما تتشوفوا ديجا حيدات لمحمد السادس الكارد كور ديالو الجعيدي، حيدات ليه، ومن بعد ضربات بالنار بالقرطاس. بين القرطاس يعني النار، الناس اللي ما تيفهمونيش، كاين الناس تيدخلوا من دول اخرين تيقولوا شنو هو القرطاس. القرطاس هو النار، هو السلاح. ضربات بالسلاح الكارد كور الحارس الشخصي ديال محمد السادس، ومن بعد ضربات بالنار يعني القرطاس بالسلاح الحارس الشخصي ديال مولاي الحسن، ومن بعد ضربات بالقرطاس بالنار بالسلاح الحاج محمد المديوري، والحمد لله عاش. ودابا تضرب قدامكم اسماء زروال عن الاخت ديالي بشرى بالمهدي اللي دخلتها القصر الملكي، هي تتقتل فيها قدامكم، وصفطات ليها المجرمين حتى البلاصه اللي هي فيها، وقالت لها عن طريق وحده تتقول سميتها ساميه شولار، على ان حكمت محكمه اسماء زروال حاكمه دوله المغرب بالاعدام عليها، على الاخت ديالي. وقالت لها حتى قالت لها هذاك اللي تتقولوا ليه الملك ديالنا وتنبغيو، قالت لها حتى هذاك غادي يتصفى. الوغ هنا تنقول لكم اخوتي المغاربه، وتنشهدكم بان اسماء زروال حالفه بانها غادي تصفي محمد السادس ملك المغرب، وحالفه بانها غتصفي الاخت ديالي بشرى بالمهدي اللي هي تتصفي فيها قدامكم. وهاد الهضره قالتها ساميه شولار، والاخت ديالي في تويتر تتناشد العالم باش يجيبوا هاد ساميه شولار باش تعاود هاد الهضره اللي قالت لها اسماء زروال. حاجه اخرى، مولات الروج اللي هي هنايا من كندا شهدات في اسماء زروال، وقالت في فيديو سابق
واخا حيدات الفيديو راه كاين، قالت بان الملك محمد السادس تيقتلوا فيه بالسم، وبانها هبطات للمغرب باش تقولها له وما خلاوهاش تدخل لعنده. الوغ ما كاينش ما اكثر من هادشي، ها هما الشهود فيك اسماء زروال، هي وحده تتعرفك تشاهده فيك من هنا، وكاينه وحده اخرى ديك اللي تيقولوا اختها ما عرفتش حتى هي قالت شي هضره، ما بغيتش نقول هذيك الهضره اللي قالت في الفيديو، راني مخبيه داك الشيء باش حتى نجبدهم لك في الوقت اللي غادي يوقفك محمد السادس، ديك الساعه غنجيبهم ليه هاد الشهود، وكاينين شهود اخرين، وغادي تجيبوا هاد ساميه شولار اللي قالت الاخت ديالي بان انت حكمتي على محمد السادس بالاعدام، وراه غير كيستيون دو طون، قضيه وقت، اما راكي غتصفيه غتصفيه. خوتي خواتاتي المغاربه والمغربيات، ها نتوما تتشوفوا بعينيكم، انا غادي نعاود نوريكم هاد العجب هذا. اخواتي المغاربه اخواتاتي المغربيات السلام عليكم، كنسفري بزاف راه ما كيشوطوني في الراس ديالي، هذا تعذيب ديال المافيا المغربيه اللي عندها لوتوريتي في باريس، كيشوطوني بزاف انا عيت، كيشوطوني في الراس ديالي هاد السادي كيهاكوني في التليفون ديالي، عيت عيت، بغيتهم يكونوا فخورين من هذاك الهيكر ديالهم، راه يعفاكم بغيتهم يعرفوا نور كيدير الخدمه ديالو مزيان، راه كيشوطني في الراس ديالي بزاف، جيزه كتشوطني في الراس ديالي عيت، الله اكبر الله الحق الله اكبر وعندهم السلطه كايطه في اسبانيا كايطه فيما مشيت، بغاو يدوني للمغرب بغاو يدوني للمغرب يتقضاو لي ورقي ويديهم لي يدوني للمغرب، انا عييت عييت، تفلاو عليا في فرنسا ما خلاو ما داروا فيا، عييت مع السلامه.